هذا الاتفاقية مع مؤسسة عمومية أو مؤسسة اقتصادية صناعية هي الأولى على المستوى الوطني، اللي راح تسمح لنا في البداية بتشغيل 20 محبوس، وإلى يعني البداية بـ20 محبوس، ثم يعني توسع إن شاء الله لأكثر من ذلك حتى تصل إلى 100 محبوس إن شاء الله نهاية السنة. إطار الشراكة التي نبحث عنها من أجل تقرب ما بين المؤسسة الاقتصادية والمؤسسات العقابية حتى نستطيع أن نقوم بمهمة إدماج هذا المساجين على مستوى المؤسسات الاقتصادية. والذكر هنا فإننا نؤكد مرة أخرى على انفتاح مؤسسة فيروفيال على كل مهن التكوين التي تدخل في إطار النشاط الذي تقوم به هذه المؤسسة. انتقلنا من السياسة العقابية الكلاسيكية اللي هي قضاء العقوبة داخل أسوار المؤسسات العقابية إلى مراحل أخرى. الدولة الجزائرية من خلال مؤسساتها ترافق أبنائها وتعيد إدماجهم.